مشاهد قناة الجزيرة الخضراء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدين كل السعادة أن نلتقيكم في حلقة خاصة في إطار مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق في نسخته الثالثة. مبادرة كريمة من السيد والي ولاية الجزيرة دكتور محمد طاهر إيلا لتكريم الفنان الغامة النور الجيلاني. هذا الفنان الذي تغنى بكثير من الأغنيات الجميلة وغام بترديد أغانيه كثير من الفنانين الشباب وتعامل مع كبار الشعراء في الوطن السودان. هي دعوة للمشاهدة، أهلا ومرحبا بكم. مشاهد قناة الجزيرة الخضراء الفضائية، مشاهد قناة الخضر والجمال، تحية طيبة. سعيدين كل السعادة أن نلتقيكم في سانحة مختلفة ومغايرة نحتفي بها ونحتفل أن يكون في معيتنا الفنان الغامة، الفنان الذي تغنى بجميل الأغنيات وأشجع كل مسامع مواطني السودان، الفنان الغامة النور الجيلاني. أهلا ومرحبا بك أستاذ النور الجيلاني، بين أهلك وبين عشيرتك ولاية الجزيرة، ولاية الخير والنماء، أرض المحنة، أرض الثقافة. الحمد لله، الله يديكم العافية، بارك الله فيكم. سعيد جدا والله بزيارة الجزيرة، الله يديكم العافية. الله يديك العافية أنت أستاذ نور الجيلاني، ويخليك لنا ويخليك لكل جمهورك إن شاء الله. بارك الله فيكم، الله يخليكم. طيب نحن برضو أستاذ نور الجيلاني، نحن نعرف بالأسرة الكريمة، الخال الأستاذ الغامة نور الجيلاني دكتور عبد الرحمن بابيكر، أهلا ومرحبا بك. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا أتقدم بالشكر لقناة الجزيرة لاستضافتنا ولنعبر عن تقديرنا العميق لوالي الولاية إيلا بدعوته لنا لتكريم الفنان نور الجيلاني، ونقدم له جميع جزيل شكرنا الكبير بهذه السانحة الجميلة والمبادرة الطيبة الجميلة بإذن الله. النور الجيلاني بالنسبة لي أنا يعني هو أنا بالنسبة له خال، لكن نحن الاثنين أنا والرجال ديل تربينا مع بعض تربية لصيقة جدا، ما كنا بنفترق، ما فرقتنا إلا أنه أنا خشيت الجامعة واصلت في القراءة واصل في الغناء، مع أنه أنا أقول لكم يعني زي زول حتى من أهل سادون كنا قاعدين ديل ما كنا عارفيننا. بديت أنا معه الغنى، بدينا الغنى في غرية أبو حليمة، كنا بنغني في الحفلات وفي العراس البتاع ديل إلى أن أنه مشيت الحمد لله، لكن الحمد لله بواصل وشار ربنا يوفقه ويدوه العافية. وأشكر الوالي وكل أعضاء حكومة الجزيرة وكل مواطني الجزيرة لهذا التكريم الجميل الموفق إن شاء الله. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية دكتور عبد الرحمن بابكر، خال الفنان الغام النور الجيلاني. أيضا نرحب بأخو الأستاذ بالغام الفنان الغام النور الجيلاني والشاعر عباس الجيلاني، أهلا ومرحبا بك عبر فضائية الجزيرة الخضراء. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأهلا وسهلا بقناة الجزيرة الخضراء التي تزداد خضرة في كل مرة، ونشكر هذه السانحة الجميلة التي استضفت فيها الأستاذ نور الجيلاني، ونسأل الله أن تكون يعني استضافة رائعة وجميلة، وهي الجزيرة
على بقيادة الأستاذ دكتور إيلا، وهي الحمد لله دائما في العلالي ودائما في مقدمة كل ما تقوم به من عمل ودرجات عالية في الإنجاز في التطوير وفي المشاريع. ومرحب بكم. أهلا ومرحب بكم مرة ثانية في جزيرة الخير والنماء. أيضا لا يفوت أن نرحب بابن المحتفى به الأستاذ الغام النور الجيلاني، أحمد النور الجيلاني. أهلا ومرحب بك عبر فتيات الجزيرة الخضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول تحية لكل الشعب السوداني بحلول العام الجديد، وإن شاء الله بتمنى اليوم مزيد من التقدم والازدهار. وتحية مرة ثانية لأهلنا ناس جزيرة المعروفين بالكرم والعطاء، وسعيد جدا بهذه الزيارة ونشرف كثير. وتحية أيضا للسيد الوالي، ومفتحية صراحة كده أنا ما قصر معانا، دي مبادرة عظيمة منه والواحد ما يقدر يقدر جميل. يعني أستاذ النور الجيلاني، بداية كده أنت رجل تستحق التكريم من قبل الشعب السوداني ومن قبل جمهورك، وهي مبادرة كريمة من دكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة بهذا التكريم. نهاية ذا نعرف شعورك وانطباعك وانت مكرم في هذا اليوم. والله طبعا شعور جميل جدا، فبالذات من الرجل الغامة والطاهر إيلا، فرجل وضع بصمة في السودان، يعني بالذات في شرق السودان، والحمد لله في كثيرة برضو ما قصر. يعني رجل غامة، رجل جد، يعني فخر لكل الشعب السوداني. والله العظيم الله يرضى من له الصحة والعافية، وإن شاء الله دائما اللي قدام إن شاء الله. فأشكركم ونشكر كل أهلنا في كثيرة إن شاء الله. انت اهلا لهذا التكريم الفنان الغامة والجميلة استاذنا النور الجيلاني. نحن نرجع لك يا دكتور عبد الرحمن بابكر، انت رفيق الدرب للاستاذ الغامة النور الجيلاني، يا ريت لو تكلمت لنا عن بدايات الاستاذ النور الجيلاني وبدايتك انت مع وزاته. بالنسبة لمسيرة الاخ الاستاذ النور الجيلاني منذ الستينات او نهاية الخمسينات تقريبا، نحن بدينا انا وهو، انا تقريبا انا ونرجاني كزي خبرين وانا اخاوي لكن زي الاخوان. يعني انا تقريبا انا كنت ملتصق بالنرجاني اكثر من حتى اشقائي، يعني ما بنتفرج ابدا الا يكون في دراسة او العمل. وبدينا الفن مع بدايه النور الجلالي كان الاغاني بالعود، فبدينا طبعا زي ما قلت نحن تربينا مع بعض، يعني كنا غريبين جدا او ملتصقين جدا مع بعض كل اوقاتنا مع بعض، من الطفوله، من بدينا الطفوله الى ان بدينا مراحل الابتدائي والوسطى والثانوي كنا مع بعض. وبدينا مع النور الجيلاني كنت معه بدايته، كان من الفنان بطبعه من بدايته، سواء كان رسام سواء كان فنان اغنيه. فبدينا انا والنور الجيلاني وبعض الاخ من هذا في قريه ابو حليمه، بدينا نغني مع بعض. فهو تواصل ويعني ربنا وفقه انه بقى فنان مشهور وفنان يعني تاثرت به معظم الشباب السودان وحتى كبار السودان. فهو تواصل في مسيرته الغنائيه، وانا وصلت اسهل لحد الان اللي هو بقي الطبيب استشاري. ولكن انا برضه لحد الان بعجم بالنور الجيلاني مهما كان وصل لي مرحله وين انه هو فن، بقول لك لحد الان فنان المفضل. كنت حافظ له اغاني كثيره لكن مع القرايه الكثير نسيناها. ايضا متواصلين نرجع للاخ الشغير للاستاذ الغامه نور الجيلاني، الشاعر، نحن ممكن نقول الشاعر عباس الجيلاني. انت شاهد على انجازات وبدايه مسيره الفنان الغامة النور الجيلاني من داخل البيت، يعني يا ريت لو حكيت للساده المشاهدين الحياه دي وانت متذكر، يعني وذكرت لنا وذكرت الساده المشاهدين ببدايه الاستاذ الغامة النور الجيلاني. في الحقيقه الاستاذ النور الجيلاني اول حاجه من ناحيه انسانيه شهادتنا فيه مجروحه طبعا باعتباره انه اخ، لكن من النواحي الاخرى الفنيه نحن نشأنا في اسره صوفيه، والدنا كان رحمة الله عليه وكان من المتصوف، يعني من طريقة يعني نعم، وكانت له مكتبة، كان يحب الاطلاع كثيرا. النور يعني كان يحب الاطلاع، كان يقرأ بنهم، نحن صغار هو كان يمسك الكتاب
نحن نعرف هو بدأ ابنه بيقرأ، يعني كان يقرأ ساعات طويلة جدا في اليوم. فالنور تأثر بالجو المحيط بتاع الأسرة، كان جو ثقافي فيه كثير من المحيط الأدبي والثقافي، وهذه الناحية غزت فيه الموهبة، فكان يحب التمثيل، يحب النحت والتصوير والرسم، وبجانب الاطلاع اللي طبعا مكن فيه موهبة الشعر. وطبعا أن تكون الموهبة السيطرة على الإنسان حتى تستطيع أن يعني تقفز لدرجات عالية جدا مهما وغمت حول الحواجز. فنحن كأسرة صوفية، وكون أسرة صوفية يخرج منها فنان، فدي مسألة صعبة جدا في كان التغاليب أنت عارف يعني. لكن الموهبة يعني تغلبت على كسرت جميع الحواجز، وأبت إلا وهي تصرخ في داخلي إلا أن تخرج. فخرجت في أشكال كثيرة، في شكل النحت، في شكل الرسم، في شكل الشعر، في شكل الأشياء كثيرة جدا. ولكن طغت موهبة الفن الغناء، وهو ما شاء الله ربنا يعني وهبه بالصوت الجميل، وفي نفس الوقت كان هو شاعر، فبدأ يألف ويغني إلى أن ظهر للناس بلونية يمكن تكون متفردة يعني. ما وقبل كده كان عنده فرقة جرب التمثيل في المسرح، فأنا أعتقد برضو لو كان النور اتجه إلى هذا الجانب المسرحي لبرز فيه برضو أكثر، لكن طغى الجانب الفني الفن. وساعد في ذلك أنه قبل ما تظهر أغانيه من شعراء ثانين كان هو يؤلف، يعني عنده موهبة شعرية ولو كثير من القصائد، فدي برضو ساعدته وخلته. الناحية الثانية البيئة شكلته، شكلت الفن بتاعه. نعم البيئة بتاعت أبو حليمة هناك بيئة قروية صافية نقية، فيها التداخل الأسري والحنية العميقة بين، بالإضافة للمحيط الثقافي اللي كان حاصل، وبالإضافة للطبيعة الجميلة في النيل والشجر والحدائق والجناين وكذا، وبالإضافة لأن الأسرة كلها الأهل كلهم كانوا كأسرة واحدة، كان في نوع من الحنية جميلة الزمن ده مفقوطة طبعا. فكل هذه الأشياء شكلت نور الجيلاني كفنان، فطغت عليه الجانبية الغنائية التطريبية أكثر من الجانبية الفنية التمثيلية أو بتاعت النحت أو الجوانب الفنية الأخرى. وجاء عشان كده أتى بلحن أو بنوعية متفردة في الغناء ليست فيها نوع من التغليد. حتى هو في بداية فنه لما كان بيقلد الفنان خضر بشير رحمة الله عليه والأستاذ الشفيع والفنانين، كان بيقلدهم ولكن تلقى روح نور الجيلاني عليهم هما. يعني انت تجد كثير من الفنانين عندما يغلد فنان يعني ما يضيف جديد، لكن النور عندما غنى لخضر بشير في بدايته او غنى للشفيع كان يعني طابع نور الجيلاني كان هو الطابع الاعلى فوق خضر بشير مع احترامي كفنان عظيم، وفوق صورة الشفيع كفنان عظيم، لانه النور موهوب بالفطرة، ولذلك تفرد بهذه اللونية التي يعني قلما وجدت. حتى انه اذكر انه نحن كنا في جامعه الخرطوم وكان عندنا مهرجان كده، وقابلت الاستاذ اسماعيل عبد المعين رحمه الله عليه، فلما عرف انه على اقطاب النور قال لي هذا فنان نحن عاصرنا من زمن كرومه وسرور ولم نرى ونسمع بمثل هذه اللونيه. ده شهاده إنسان موسيقار فنان يعرف الأصوات ويعرف يعني قيمة الدريات الصوتية. فتحدث عن إمكانات الصوتية لنور الجيلاني، حتى إنه في فنانين منهم يعني مرحوم الأستاذ محمد وردي بيقول له طرزان فنور يمتلك موهبة يعني في الغناء كانت خاصة به وهو يعني مفصل عليه. لونية الأستاذ نور جيلان يمكن ظاهرة من خلال ترديد الفنانين الشباب لكل أغاني أو معظم أغاني. أنا يمكن دارجت معك في النقطة دي وامشي لأحمد ده. أنا دار امشي أقوم عليه يا جماعة أحمد ده دار أخذ لي معه دار تشتغير كذا أنا، لأن أحمد قاعد بجنبه بيجاي وما يتكلم لينا. أحمد يمكن كثير من الفنانين الشباب بيرددوا لأغاني الأستاذ نرغامة النور الجيلاني، من الشباب اللي أنت حسي حاليا تسمع لهم أغاني الوالد منه؟ أي فنان من الفنانين الشباب ديل غنى أغاني الوالد يعني ده كله شرف لينا وشرف للوالد وشرف لمحبينا للأستاذ نور الجيلاني. ومن الفنانين صراحة كده أنا بسمع لهم كثير، الفنان الشاب طه سليمان يعني ده فناني المفضل، وكل الفنانين بسمع لهم، لكن بس طه أكتر شوية.
رأيك في التحفظ على أغاني من أغاني الوالد؟ والله أنا حافظهم كله، لكن ما الحفظ اللي بقول عليه ده، يعني بقول مقطع مقطعين الباقي بكون ما حافظ. احنا مقطع المقطعين اللي احنا نهدي السادة المشاهدين، مقطع مقطعين من النجد للفنانة الغامة الأستاذة نورة جيلاني، إهداء لكل مشاهدي قناة الجزيرة الخضراء الفضائية. أحمد النورة جيلاني الفنان الغادم بقوة. لا دي صعبة شوية كده، فنان غادم بقوة وفي دي عفوية، يعني ما عندي إمكانية بتاع صوته. نحن والله ما بنقبل اي عذر منك، لانك انت فنان ابني فنان غامة تغنى له كثير من الفنانين الشباب، وغنى له يعني ذكروه كثير من الفنانين الكبار باجمل الصفات. لازم تغني. قلنا راح مع الايام وعدى مني الليله راح، واصله يا العصفور ده حالك مما سويت للجناح، يعني كان صارحت مالك ونحن ما بينا الصراح، من ضمير نرتاح وحاتك بقلوبنا عليك سماح. شكرا لك احمد على الاغنيه الجميله، ويمكن هذا الشبل من هذا الاسد. يمكن نرجع لك استاذنا الالغام النور الجيلاني. احنا في خواتيم حلقتنا نتكلم لنا عن نصيحه للفنانين الشباب، ويمكن كرساله اخيره لهم كنصيحه. الفنانين الشباب يعني جد في هوجه للتوعيه، ساعات من الناس بالله الساعة الفنية الكبار موجودين فيها. أول حاجة يدعمون بنصوص جميلة ونصوص هادفة ونصوص غير، يعني عشان ما يكون في الكلام أي كلام ده بتقال ده. وبحتاج برضو للأخوان الموسيقيين موجودين في الساعة ما شاء الله، يعني فيها يعني فيها إمكانيات جميلة جدا بالذات في مجال الفن، يعني كل ساعتهم يعني. غير كده شعر برضو تعاون مع الشعراء، تناول نصوص نصوص جميلة، نصوص فيها وزن هاي بتليب بالكلام زي كلام كده ساعات كده يعني. فالساعة الفنية بالضبط يعني في الوقت بالذات ده عاوزة ذاته الوسط الفني من فوق يجيب معاهم مع الشباب الجداد دي يعني مع الجيل ده، عشان شنو؟ عشان في النهاية يكون مردود جميل جدا يختم الساعة في الفترة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ الغامة نور الجيلاني، وأيضا شكرا لك دكتور عبد الرحمن بابكر خال الأستاذ الغامة نور الجيلاني، وأيضا نشكر الشاعر، نحن ممكن نقول الشاعر عباس الجيلاني، وبرضه ما ننسى أحمد الغندلاني أغنية جميلة أغنية العصفور. قناة الجزيرة الخضراء الفضائية، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي جمعتنا بالأستاذ والفنان الغامة النور الجيلاني في إطار تكريم دكتور محمد طاهر إيلة للفنان النجم النور الجيلاني. كان في استقبال هذا النجم الأستاذ إنعام حسن عبد الحفيظ وزيرة الثقافة والإعلام إلى التكريم بمعرض التراث. مرحبا الزميل عثمان من قصر الضيافة إلى أرض المعارض التراثية، مشاهدينا ومحبينا عبر قناة الجزيرة الخضراء الفضائية، وحييكم عبر هذه الليلة التكريمية، ليلة الفنان المبدع الفنان النور الجيلاني. المحتفى به فنان أهل السودان جميعا الفنان النور الجيلاني صاحب الصوت الجميل والرجل الأسر الساحة الفنية السودانية، ضيوفنا الكرام من الخرطوم وضواحيها، أهلنا وأحبابنا في ولاية الجزيرة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا لا بد لنا أن نحيي قائد مسيرة الأمل والتحدي الدكتور محمد طاهر إيلة
صاحب الإنجاز والإعجاز على هذه اللفتة البارعة وتكريم هذا الرجل المبدع داخل مهرجان السياحة والتسوق في نسخته الثالثة. تكريم الفنان النور الجيلاني هو تكريم لأهل السودان ولأهل الفن على امتداد أرضنا الحبيبة، سائلين المولى عز وجل أن تكون هذه الليلة ليلة تكريم حقيقية تنال إعجاب الجميع وتؤكد عظمة الرجال وتؤكد أصالة الرجال واحتراف الرجال بمجهودات الرجال. بارك الله فيكم جميعا، متمنيين لكم ليلة سعيدة تسمعوا فيها بما يشجيكم ويسعدكم ويطربكم. We'll be right back.
وقال لي يا دار وانا
هذا التكريم جاء بمبادرة من سعادة الدكتور محمد طاهر إيلا سيد والي ولاية الجزيرة تجاه هذا الفنان المبدع الجميل الأستاذ النور الجيلاني، وهي مبادرة تكريم لجميع أهل الفن، لجميع أهل الثقافة، لجميع أهل الإبداع في جميع أنحاء السودان. يمكن المبادرة جاءت في لتكريم شخص النور الجيلاني، هو بالتأكيد تكريم لكل أهل السودان. هذه الأمسية زادت هذه المدينة وهذا المهرجان، زادته مزيد من الألغ، مزيد من الإبداع، مزيد من الجمال لمدينة ود مدني، وهي معروفة بمبدعينا، معروفة بفنانينا، معروفة بأنها قدمت للسودان الكثير جدا من المبدعين. اليوم كانت استضافة لهذا الفنان الجميل، هو أتى من بحري، من منطقة الكدر ومنطقة أبو حليمة، هو أتى وشرف هذه الولاية بهذا الجمال، ويمكن شاركونا فيه العديد من الفنانين يعني الجميلين، شاركوا في القداء وفي التكريم بهذا القداء.
نلعب بكم، وبأصدق الكلمات الطيبات نقدم شكرنا وامتناننا إلى صاحب التميز والأفكار النيرة والبصمات الواضحة الجلية في كل مكان بالولاية، فثبت بدواخلنا أن تظل الجزيرة عزقا لا ينتهي، فما أروعها لفظا وما أسماها معنى وما أغلاها عزقا وأرضا وإنسانا، وستظل دوما تفيض عزة بك وفخرا وكرامة، وأنتم خير من ترجم لنا شعار أن الحياة نغاء سريرة وحسن سيرة وعمل صادق ملموس ومحسوس، فكان أن وجدنا الولاية هكذا أصبحت به الجزيرة وطن القيادة والريادة والتقدم والنماء، وعبركم كان الوفاء لأهل العطاء، ومن هنا نجيكم بأسمى آيات الود والاحترام والتقدير على هذه المساحة الخاصة جدا، ليتم هذا التكريم إيمانا وتقديرا منكم للفنان النور الجيلاني الذي جعل محبيه يحشقون صدق وبديع كلماته وعذب ألحانه، سواح كدراوية فيفيان ميري الذكرى المنسية وغيرها من شدوه الجميل، سيد الوالي وقائد الرقبة الكريم وأعضاء الحكومة جميعهم وأهل الحنان في أرض مدينة ودمدني، تحية واحتراما تقف الكلمات تقف أغذام الكلمات أمامي لتحمل لكم فخامة المعاني وترسم خطوط الفرحة لهذا اليوم، وباسم كل السادة الحضور وباسم الفنان النور الجيلاني وباسم رابطة محبي النور الجيلاني وباسم أسرة الفنان النور الجيلاني جميعكم السادة الحضور، نقولها بلسانكم جميعا للفنان الأستاذ النور الجيلاني: ما عاد يعنينا الكلام إن صدى صوتك أو فتر، ما عاد يعنينا الكلام ما بان منه وما استتر، حتى إذا عم الوجود كل المدائن والحضر كل المساحات النائية والبيد منها والغفر، أستاذ النور الجيلاني ستظل دوما مرسى الفرحة يواحى، وهذا هو شعار الرابطة، والسلام عليكم ورحمة الله. سلاما عليكم، شكرا جزيلا.
والزينة. علمت الناس كيف تبني وطانا يهون الدم والروح علشانا خطوة وخطوة ونرفع شانا السلطان مالا ناس وامانا شكرا 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 ليلا افتح لي السكة شوي عثمان حبيبي يا ربي شكرا 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 ليلا شكرا ليلى أخلصت
القلب تسبح ليل وتراه كسراني القلب تسبح ليل وتراه كسراني وحد ما ناس دريت أنا ما بريد تاني أنا ما بحب تاني غيرك كيف نسبح بجيك أبو ميرا وحاجة جعليرا وماشي أقول
شد الميني بان سوى الكل الدرمان أمي وأمي بالغرا حركة يا مالي وين ربكة يا مالي بغنة الليلة في مرغتنا الليلة في مرغتنا الليلة الليلة يلا يا شعرة يا بنت الياس يا كبيرة وين حكومة إيلا وين؟ I love you إيلا يقول لك قال لك صلاح ولا I love you أن نحمد الله على نعمه نعمة الأمن والطمأنينة والسلام نعمة الصحة والعافية نعمة التلاغي الرائع في محاضن الإبداع والروعة والجمال في حاضرة الولاية المدينة العريقة المشبعة ألغا وبهاء والمدني الحبيبة التحية لحكومة الأمل والتحدي ولغائدها الذي وفر لنا هذا الإدهاش الدكتور محمد طاهر إيلا التحية للحضور الأنيق الذي زين هذا المكان الإخوة الدستوريون من وزراء ومعتمدين الإخوة في القوات النظامية شرطة قوات مسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الإخوة غادة العمل السياسي والتنفيذي والبرلماني الإخوة في الشباب والطلاب وغطاء المرأة التحية نزيها عاطرة بطعم الشهد وأحلى للرائع الفنان الأستاذ النور الجيلاني ولأسرته ومحبيه ومعجبيه التحية أيضا لهذا الحضور الكبير الحضور المميز وحييكم بتحية أهل الذكر
والفكر والإبداع تحية الجنة تحياتهم فيها سلام. مرحبا بكم جميعا في رحاب المهرجان في نسخته الثالثة المميزة والمتميزة. الحضور الكريم، يأتي هذا التكريم وفاء من حكومة ولاية الجزيرة، حكومة الأمل والتحدي، وشعب ولاية الجزيرة، ومحبي الفنان الهرم الغامة المتفرد الأستاذ النور الجيلاني. ففي تكريمه تكريم لجماهيريته وعاشقي فنه الأصيل الذي سطر أروع ما يغنى للوطن وللحب وللجمال. الحضور الكريم، نكرمه لأنه يستحق ذلك وأكثر. فلك أيها الفنان الإنسان من ولاية الجزيرة، ولاية الخير والعطاء، كل الود والتقدير لما عطرتهم به سماوات بلادنا الحبيبة، فقد قدمتم له فنا أصيلا يعزز من قيمة موروثات وطن الجدود والكبرياء، والدعوة للفضائل وكريم الخصال، والتمسك بتراب الوطن ووحدته وسلامه وعفة وطهارة مجتمعه. لأن أمثالك كان وما يزال نورا ونبراسا يهدي للسالكين لضروب الفن والإبداع طريقا للنجاح. فلنسأل الله جميعا أن يتم عليك نعمة الخير والصحة والعافية. تحية مجددا لكم جميعا الحضور المشرف البهي، جزاكم الله خير على هذا الحضور والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله. الفنان النور الجيلاني، وإلى كل من تقدم بالشكر والعرفان وتقاطرت هذه الكلمات حبا للفنان النور الجيلاني ويقولون له بنحبك أدري إيه ما كفاية. بكل الحب والتقدير الآن تكرم ولادي. الأصيل سودانيا والقبيلة، إيلة إيلة، قصة للإنجاز قبله كانت مستحيلة. الشوارع والحدايق لابسة ثوب أخضر نجيلة، ما في غاموسك أشياء مستحيلة، كل يوم إنجاز مشاريع تنمية وأعمال جليلة. إيلة إيلة، خلية تعمل بنشاط بروح نبيلة، وانت مسكون بوطن قصة نجاح مع دوم مسيلة. إيلة إيلة، مسيرة حافلة بالمشاوير المعبدة والطويلة، بعزيمة وكل مشكلة وليها حلول بديلة. إيلة إيلة، يا أصيل يا وطني يا معنى الفضيلة، كلك إخلاص للوطن واحد أشجار الظليلة. إيلة إيلة، طفرة في العمران والمشاريع والشوارع الكانت هميلة، والجزيرة تغني ليك تصفق حاضنة نيلة، والحدائق العامة مزدانة بشجرة ونخيلة، تنادي أحبابها تقول فيها بيكم حلوة المقيلة. إيلة إيلة، كرنفال أمال خضر زاهية وخميلة، إيلة يا رجل المهام المستحيلة، أهل الجزيرة من خيرات مشاريعك كل زول شيلت شيلة، والمواطن المسكين وكان ما ليه حيلة رفعت قدره بالفرح أحييت له ليلة. يا أمل
فتى عيون قبل كانت عمياء وقليلة ويا مسيرة في التقدم ماضية ما تلفت ليقال وقيلة يا شفاء أنفس تناهد بالفقر كانت عليلة واصل المشوار واصل المشوار عشان تعدل في دروبك كل ميلة حصن الفساد رجمته هدمته بمدافع ثقيلة كسرت بواباته فضحته هدفت هدمت أركانه الرذيلة والجزيرة طهرتها الجزيرة طهرتها من خفافيش الظلام وأوكار عميلة الجزيرة طهرتها من خفافيش الظلام وأفكار العميلة يلا واصرف كل صاحب رأي مريض وأفكار دخيلة وكل محتاج من خير الجزيرة العامرة كي له كيلة وكل محتاج من خير الجزيرة العامرة كي له كيلة وابعد من طريقك كل خاين أو مفارق السكة العديلة عشان ترجع للمواطن عزته وكرامته القتيلة والجزيرة تحتفي بيك وتغرد تتغنى بمواويل وعديلة الله ينصرك الله ينصرك ويحميك ويحرسك من نازيك وديلة يا أصيل سوداني مخلص جد وولد قبيلة ويتو يا ناس الجزيرة بالمحبة وبالتعاضد أحمو إيلة وانتو يا ناس الجزيرة بالمحبة وبالتعاضد أحمو إيلة أحمو إيلة أحمو إيلة عشان شنو؟ عشان يحقق للجزيرة وللوطن كل أهدافه النبيلة وترجع الجزيرة تاني جنة للوطن جنة الوطن الظليلة ترجع الجزيرة تاني جنة الوطن الظليلة بمواردة من قطن وذرة وخيرات هطيلة وتبقى مدني حاضن كل أبناء الوطن من كل قبيلة وتبقى مدني حاضن كل أبناء الوطن من كل قبيلة شكرا ليلى شكرا ليلى شكرا ليلى مني لك مني لك ومن كل مواطن في ربع بلدي جميلة شكرا ليلى شكرا يا أيها الناس الجميلين يا سكان الجزيرة أنتم خضر كما الجزيرة خضراء وأنتم كرماء كما الجزيرة كريمة وقد كانت من قبل كل مناطق السودان تتغذى وتأكل من الجزيرة فهي منبع الخير والبركة والنماء والفن والثقافة الجزيرة هي السودان مصغر Thank you.
بعدك مما سويتك جناح
يا مسافر جبال يا مسافر جبال يا مسافر جبال
امشي جوبا جوبا من جوبا كاين روحك في حق